من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون الدكتور نبيل ميخائيل. أهلا وسهلا بك دكتور. إذا نانسي بيلوسي تشعل نيران العزل وتطالب بعزل دونالد ترامب، وبالتالي إلى أي مدى يمكن تفعيل المادة 25 من الدستور وعزل الرئيس ترامب؟ أعتقد أن هذا أمر بعيد الاحتمال. هناك أيام قليلة للرئيس ترامب، وقت ما قال الرئيس ترامب نفسه سيكون محل اهتمامه هو أن يعد الأصوات القانونية، يعني بمعنى أنه ما زال يتمسك بأن الانتخابات زورت، وأنه سيؤيد المحاولات القضائية لإثبات صحة تزييف الانتخابات. هناك يوم 14 من شهر يناير قضية من ولاية جورجيا ستنظرها المحكمة العليا، ربما تكون مفاجآت إذا أثبتت فعلا أن 12,000 صوت التي فقدها ترامب لتجعله رابح لتلك الولاية كانت يجب أن تعطى له. فلا أعتقد أن دعوة السيدة بيلوسي لها أي تأثير. سيستمر ترامب بأسلوب هادئ في مطالبة حقوقه أو المطالبة بحقوقه من الانتخابات قضية. طيب كيف يرى الجمهوريون والمتأثرين بالقيم الجمهورية ما حدث يوم أمس؟ يعني جرحت الديمقراطية الأمريكية في عقر دارها إنجاز التعبير، كيف ترى ما حدث يوم أمس دكتور؟ لا، هو في الحقيقة الإعلام الأمريكي بيبالغ شوية، الأمور عادية لحد كبير، لا توجد خلافات ما بين بينس وترامب، بالعكس يعني هما بيتفقان. يعني بنت قال أنا أعد الأصوات، وعندما كان يدعو مندوبين الكونغرس من النواب أو الشيوخ هل هناك من يعترض على أن تصوت تلك الولاية بهذه الطريقة؟ كان هناك من يعترض، لكن ليست الأصوات كافية، يعني بالعكس الأصوات المعترضة كانت كلها جمهورية. نعم، ولكن دكتور نبيل يعني الخطاب الذي ألقاه يوم أمس دونالد ترامب وكان غاضب وحشد الشارع بالذهاب إلى الكونغرس، ورأينا ما حصل من اقتحامات وقتل 4 أمريكيين يوم أمس، وبالتالي يعني ألا تعتقد بأن ما حصل يوم أمس قد يزيد من حدة الانقسامات بين الفكر الجمهوري والفكر الديمقراطي؟ هو طبعا هيزيد من حدة الخلافات وحتستمر اثناء بايدن، لكن لا اعتقد ان ترامب هو المسؤول الوحيد عن ما يحدث. فالقضيه هي كل طرف يطالب بحقوقه، ترامب سيستمر في دعواه القضائيه، بايدن سيحاول ان يحكم امريكا في ظل ظروف اقتصاديه صعبه جدا. اعتقد ان ما يهمنا في الشرق الاوسط التاكد انه لن توجد ازمه سياسيه خارجيه. لا نعرف ما هو مصير العلاقات الأمريكية الإيرانية، ما لا نعرف ما هو مصير العلاقات مع روسيا والصين ومدلولات هذا على منطقة الشرق الأوسط. كل هذه أمور هامة أكثر يعني إلحاحا من أن هناك انشقاق ما بين الجمهوريين والجمهوريين أو الجمهوريين والديمقراطيين. هذه أمور معروفة، لكن أنا أستبعد احتمالات يعني متطرفة زي مثلا الحزب الجمهوري المنقسم، ايضا الحزب الديمقراطي منقسم، ولا اعتقد ان الخلافات التي حدثت بالامس ستعمق الفجوه ما بين الجمهوريين. الخلافات الجمهوريه الجمهوريين ما بينهم وبين بعضهم معروفه، منافسه عائله بوش لحكم دونالد ترامب واسرته وبعض الجمهوريين المعتدلين، لكن لا اعتقد ان هناك انقسام خطير في الحزب الجمهوري نفسه. يعني على الرغم من أنه شاهدنا العلم الكونفدرالي داخل الكونغرس، وهذه أول مرة في التاريخ الأمريكي يعني نرى هذا العلم الكونفدرالي داخل الكونغرس، يعني حتى أيام الحرب الأهلية لم نرى أو لم يكن هناك أي تواجد لهذه الأعلام التي ربما تشير إلى انشقاق عميق تاريخيا. دكتور نبيل، دي نقطة مهمة ونقطة ذكية أحييك عليها. ربما كان هناك مثلا يعني الحرب الأهلية الأمريكية انتهت من فترة طويلة، كان هناك أعضاء من الجنوب الأمريكي يعني يحتفظون بعلم الكونفدرالية، يعني مثلا ولايات الجنوب الأمريكي احتفظت بعلم الكونفدرالية كجزء من أعلامها، زي أعتقد يعني ألاباما غيرته، فلوريدا غيرته، ساوث كارولاينا احتفظت به في جزء منها.
بعض، كان هناك عضو في مجلس الشيوخ الامريكي لا داعي لذكر اسمه يغني اغنيه ديكسي، وهي كانت تعتبر يعني مرتبطه بالتراث العنصري للجنوب. لكن القضيه ليست انفصال الجنوب. قابلت واحد من المحتجين بالامس في المترو من ولايه بنسلفانيا، وقال لي ان الاتجاه الان في السياسه الامريكيه هو سمول تاون، المدن الصغيره، بمعنى اننا لسنا في حاجه الى واشنطن، لا نريد ان نستمع الى واشنطن، نريد ان نحكم نفسنا بنفسنا. فالاحتجاج ليس مقاس بمن عدد من استقال من اداره ترامب او بالخلافات التي هي ليست موجوده اصلا ما بين بنس وترامب، لان كلاهما قال نفس الشيء، سنقبل بالنتائج لكن نتحدث تلك النتائج ايضا قضائيا. الاحتجاجات يجب قياسها بحركات التمرد والاحتجاج ضد المؤسسه الامريكيه، ضد الاعلام الامريكي، ضد شركه جوجل، ضد شركه امازون، ضد جامعه هارفارد. ولكن اقتحام الكونغرس دكتور نبيل، يعني تحت اي خانه نصفه؟ هذا مشهد غير اعتيادي، ولا حتى في دول العالم الثالث. لا، هو في يعني ازاي امريكا بتطالب او بتؤيد الثورات التي تطيح بانظمه الحكم وتحتل مقر الحكم ورموزها، وتعترض اذا حدث هذا في عقر دارها. زي ما قلت، هي تمرد الرجل الابيض، الرجل الابيض الغاضب الذي يرى في العولمه تهديد له، الذي يرى في الصين سارق لتكنولوجيته وبضاعته، الذي يرى في المكسيك دوله تصدر له مخدرات ومهاجرين غير شرعيين، الذي يرى في الشرق الاوسط حروب لا تنتهي. فهم انصار ترامب من البيض، وهم ما زالوا الاغلبيه. طيب دكتور، يعني بصراحه لو كان من اقتحم البيت مبنى الكابيتول هم من السود الافارقه، هل كان تصرف ترامب ووزير الدفاع بنفس الطريقه؟ لا، هو طبعا هتبقى يعني قضيه خاصه بمصدر هذا الاحتجاج. لماذا احتج السود؟ يعني طب ما هو اثناء مناقشه القاضي كافانا كان هناك احتلال لمبنى فيدرالي، بعد مصرع جورج فلويد كان هناك احتلال لمنطقة مجاورة بل تعتبر جزء من البيت الأبيض، واستمرت المظاهرات في واشنطن لفترة طويلة وأحرقت المباني، وبعث لهم الرئيس أوباما السابق بتهنئة. فإحنا شهدنا أمر مشابه إلى حد كبير واستمر لفترة طويلة وكان أكثر عنفا. في حالة السود كان هناك ترقب ما سيحدث. في حالة المظاهرات بالأمس، نعم هم يريدون أمر معين، ألا ليصوت مجلس النواب على هزيمة ترامب، فكنا نعرف ما يقصدون. لكن في حالة احتجاج بعد مصرع جورج فلويد وكانوا معظمهم أقليات، السؤال هو ما هو أو ما هي ماهية تلك الاحتجاجات، ما هي أجندتها، ما هي القضايا التي يشتكون منها، لأنك أكثر من قضية. طيب، وأيضا كيف ستنتهي. دكتور نبيل، يعني بقي لترامب أسبوعين في داخل البيت الأبيض، برأيك ماذا يملك من أوراق؟ ماذا يعني ماذا نتوقع من مفاجآت في الأسبوعين القادمين؟ سؤال مهم، وحاجي أيضا على نقطة ذكية للكاتية في سؤالك السابق. أقول إيران، كوريا الشمالية، والمحكمة العليا، ربما تثبت المحكمة العليا حدوث تزوير في أريزونا، في بنسلفانيا، وطبعا عطل تزوير في أدلة قوية. فربما تكون هناك أزمة مع إيران، ربما تكون هناك انفراجة مع كوريا الشمالية، ربما تكون هناك إثباتات في عدة ولايات متصارع عليها التصويت. فدعنا نركز مجهودنا على تلك المواقع السياسية للسياسة الدبلوماسية الخارجية والمحلية الداخلية، وننسى حمقات السيدة بيلوسي والتعديل 25 لأنها سخافات، ودعنا نركز كيف يمكن الربط ما بين مصيرنا في الشرق الأوسط والسياسات الأمريكية لو حدثت مثلا أزمة مع إيران. هذا له مدلولات على الأمن القومي العربي أكثر من ما تتفوه به بيلوسي وغيره.
طيب يعني باختصار دكتور نبيل، يعني إذا يعني دائما يصر الحزب الجمهوري على اعتبار بأنه انتخابات مزورة، ولكن القضاء الأمريكي قال بأنه لا أدلة على ذلك، وبالتالي يعني لم نشهد أنه تم التشكيك بالقضاء الأمريكي من قبل بهذه الطريقة، ألا يهدد هذه منظومة الانتخابات ومنظومة الديمقراطية؟ وعندما نتحدث عن الولايات المتحدة نتحدث عن يعني أقوى دول العالم، هي تحكم العالم، وبالتالي ألا تعتقد هذا التشكيك المستمر بنظام الانتخابات سينعكس أيضا على باقي الدول؟ لا، يعني لا يمكن أن تكون الإجابة على هذا السؤال مختصرة. القضاء بعض قال ليس من اختصاصي البث في تلك القضية، بعض القضاء أثبتوا أن هناك خلل في مثلا آلات التصويت، ماكينات التصويت، أو في قضايا التوقيع على البطاقات الانتخابية أو غيره، لكن طبعا هناك تزوير، لأن مثلا المجالس النيابية في عدة ولايات عقدت جلسات استماع وحضر شهود وأثبتوا أن كان هناك إبعاد لمندوب الجمهوريين من أثناء عد الأصوات. اعترف سائق في ولاية بنسلفانيا أنه حمل شحنة في عربية نقل من نيويورك إلى إحدى المقر الانتخابية في بنسلفانيا فيها أصوات. فإذا لم يستمع القضاء إلى تلك الشهادات، على أمريكا على أن تكف عن نشر الديمقراطية في العالم، لأنها هناك خلل خطير في ديمقراطيتها. أيها الطبيب إيش في نفسك؟ وبالتالي يعني هذا قد أيضا يرعب باقي الدول يعني، وقد يغير المنظومة السياسية العالمية. شكرا لك أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون الدكتور نبيل ميخائيل.